بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائما في قلب الحدث لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفا وحاجة مثل مريم، معا نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا قضايا كندية على كنار تي في، صوت العرب من كندا. إحنا الآن في موسم الأعياد، ففي البداية حابب أعيد على الجميع وتكون أيامكم كلها إن شاء الله أعياد، تكون كلها حب، وصحتكم وصحة عوائلكم وأصحابكم وحبايبكم دائما بعافية وخير وبركة. اليوم كما عودناكم نتكلم عن مواضيع بتخص السياسة الكندية وأمور حزبية، وبنفهم بنحاول إنه نساعد المواطن العربي في كندا إنه يفهم أكثر سياسات الأحزاب ويعرف عن الأحزاب. في قبل 3-4 حلقات، هاي الرحال رابع حلقة، عملنا سلسلة جديدة. إحنا في البداية في بداية هذه الحلقات تكلمنا عن الأحزاب بالتفصيل وعطينا كل ذي حقا وكل حزب أعطيناه تقريبا حلقتين، لكن ارتأينا أن نتكلم مع ناس من داخل الحزب ليتكلموا عن أنفسهم بدل ما إحنا نتكلم عنهم أو ضيوفنا يتكلموا عنهم. فلماذا لا يتكلم الشخص من داخل الحزب؟ وعشان هيك اليوم أنا فخور جدا بوجود ضيفي العزيز من حزب الخضر الفيدرالي الكندي، هو رئيس جناح مقاطعة كيبيك للحزب الأخضر الفيدرالي الكندي، السيد رالف شين. أهلا وسهلا فيك يا رالف. مساء الخير. رالف من أصل لبناني صحيح؟ مزبوط صح. يا أهلا وسهلا فيك، شرفتنا على قناتك، قناة كنار تي في، صوت العرب من كندا. تسلم، بتشكرك لاستضافتي وبهنيك كمان على برنامجك وعلى التلفزيون الكندي العربي اللي من الضروري أنه يكون موجود الجالية بهالبلد. شكراً. الله يحفظك رالف. زي ما حكيت أنا في المقدمة، هدفنا من هذا من هذه الحلقات أو من هذه السلسلة أن يتحدث أصحاب الأحزاب من أنفسهم عما يحدث في الحزب، يعلمونا ما يحدث، بدناش نسمع من الغير، لأنه عادة يا بتسمع من واحد ولا ولا ولا، يا ما بتسمع من واحد معادي للحزب، فأنت ما بتوصل فعلاً لحل وسط. إحنا بدنا نسمع من أصحاب الحزب. أنا اليوم حسألك أسئلة صعبة، ولكن الهدف منها هو أن نصل لفعلا الأيديولوجية تبعت الحزب، ونصل إن شاء الله إلى قلب المشاهد اللي بشاهدنا اليوم. يلا أنا حاضر لأسئلتك. بسم الله. بالبداية بدي أعرف مين هو رالف، خلي شوية هيك سريعا عنه. على السريع، أنا ولدت وربيت بلبنان. بالنسبة للدراسة عندي بكالوريوس بالجغرافيا من جامعة القديس يوسف ببيروت، وعندي كمان ماجستير بالعلوم السياسية من جامعة كونكورديا بموريال. وبنقول أغلب الوقت اشتغلت بنطاقين أساسيين بحياتي المهنية، من ناحية بالصحافة بلوريان لوجور بلبنان، هي صحيفة ناطقة باللغة الفرنسية، وبمنظمة الأمم المتحدة للاجئين، يعني مجال اللاجئين كان بالأمم المتحدة، أما بالدولة الكندية، أما على الصعيد خاص بتعاون مع محاميين بقضايا اللجوء إلى آخره.
أوكي. رالف أنت انضممت للحزب الخضر وصرت رئيس للحزب، بس قبل هذه المرحلة بعد ما إجيت على كندا شو كنت تسوي؟ ما هو رالف قبل السياسة، وكيف تدرجت إلى أن وصلت إلى الحزبية؟ بس توضح نقطة صغيرة بالأول، مني رئيس الحزب، أنا رئيس جناح الحزب الأخضر الكندي في كيبوي. يس. لا أنا رئيس جديد هلأ كمان للحزب. كنت فأكتر شيء كنت بالصحافة مثل ما سبق وذكرت، وبما أنه كنت بشتغل بمجال الصحافة كان عندي هيك اهتمام بالأمور العامة والشأن العام إجمالاً. وقت جيت على كندا، وبتعرف كندا بلد ديمقراطي، وببلادنا ديمقراطية ما لا منا ممارسة على بنقول بأحسن أحوالها، فتشجعت شارك هون بالحياة السياسية. كان من إنه بس عمل صغير من تصويت بداية لهالمشاركة، بس كمان انضميت لأول شيء الحزب الليبرالي الكندي. ولكن وأول مرة حتى صوتت لتريدو بأول مرة طلع، بس المشكلة أنه خيب لي أملي بأمرين يا ثلاثة أمور مهمة بالنسبة إلي. أول أمر هو إصلاح النظام الانتخابي تيكون أكثر ديمقراطية. نعم. هذا شيء رجع عنه وعد رجع عنه. ثاني شيء محاربة الاحتباس الحراري أو التغير المناخي مثل ما بيقولوا. مع الأسف سياساته ما كتير متماشية مع المبادئ اللي حكى عنها ب يعني بحملته الانتخابية، ومثل ما بنعرف بالنسبة للقضايا العربية ما كتير ممارساته ما كتير بتختلف عن ممارسات هاربر اللي هو من حزب المحافظين. كمان هذا سبب آخر شوي خيب لي أملي بالحزب الليبرالي. بس هون بقول شيء مهم، هلأ فيني يكون عنده أفضلية للحزب الأخضر، بس لازم أذكر أنه كل الأحزاب مبنية على أسس جيدة ونبيلة إلى آخره، ولكن لازم نتعلم أنه نحكم السياسيين على ممارستهم مش بس لانتمائهم لهذا الحزب أو هيداك الحزب. وهذا يلي عملته وقتها، اخترت الحزب المناسب أكثر لمبادئي لقيمي، مشان هيك دخلت انضميت للحزب الأخضر الكندي بانتخابات فرعية بفيل سان لوران اللي فيها أعداد حرزانة من الجالية العربية، وكانت متطوعة بهالحملة الانتخابية. طلعنا 30 بالحملة، بس تشجعت أنه أبقى بهذا الحزب، وبعد بضعة أشهر كمان اتطوعت، حطيت أكثر من وقتي بالحزب، وتم انتخابي كرئيس الجناح كيباك للحزب الأخضر الكندي أول مرة. الفترة هي سنة، مرة تانية لسنة، وهلأ أنا وصلت على آخر تاني فترة من رئاسة جناح كيباك للحزب الأخضر الكندي. بس عشان الجمهور يعرف، خاصة اللي متابعينا من خارج كندا، كيبيك تعتبر ثاني أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان في كندا، فيعني لها ثقل كبير في موضوع الانتخابات الكندية بشكل عام، ويعني دائما بيعتبروا كيبيك يمكن هي القبان اللي فعلا يا إما بنقل حزب إلى الأعلى أو بنزل الحزب إلى الأسفل. فوجود مقاطعة كيبيك، يعني أهل كيبيك لهم صوت كبير في الانتخابات، ولهم أيضا يعني طريقة تختلف شوي عن باقي الأماكن الموجودة في كندا. طيب رالف، أنت انتقلت، جيت هنا كباقي كثير من العرب، لاش نحكي كل العرب، لكن كثير من العرب أحبوا الحزب الليبرالي وعاشوا في كنفه، ولكن ذهبت إلى الحزب الخضر. فهل عملت شوبينج؟ يعني هل فعلا رحت درست الحزب الكونزيرفاتيف وحزب الـ NDP وحزب الكذا وحزب الكذا لما استقريت على حزب الخضر لتنضم إليه؟ نعم. مثل ما قلت، بما أنه عندي اهتمام أولي بالإصلاح الانتخابي، فحكماً الحزب المحافظ ما رح
يكون من جهتي بالنسبة لهالشغلة. عفوا. وبما أنه كمان الأمور الثانية اللي هي الاحتباس الحراري، إداء الحزب المحافظ سيء جدا، وإداء الحزب الليبرالي مش قد المستوى المطلوب، كمان قررت أنه ما ضلني بالحزب الليبرالي. وبالنسبة للأمور متعلقة بالعالم العربي، مع الأسف مثل ما شفنا، إن كان الحزب الليبرالي أو حكومات حزب المحافظ، حكومات هالحزبين بشكل عام، يعني بأكثر حالات بيوقفوا مع أنظمة قمعية بالعالم العربي وبالشرق الأوسط بشكل عام. أكيد هلا ما رح يسندون بطريقة علنية أو إلى آخره، بس منحب نشوف شوي حكي أكثر عن حقوق الإنسان المستباحة بالدول مرات، ما عم بقول كل الدول بس عدد منها. نعم. كذلك بالنسبة لسياسة كندا اللي تبنوها هالحزبين بالنسبة لإسرائيل، مع الأسف بالنسبة لهالحزبين عم نشوف أكثر وأكثر أنه حقوق الإنسان بتتوقف على حدود فلسطين، وهذا شيء ما أبداً بيناسب قيمي ومبادئي. بالنسبة إلي قبل ما أكون كندي ولا لبناني ولا متحزب لأي من الأحزاب، أنا بنتمي للجنس البشري. بالنسبة إلي كل الناس وين ما كانوا بالعالم لازم يتعاملوا بطريقة متساوية، وهذا مع الأسف ما بنلاقيه ولا بالحزب الليبرالي ولا بالحزب المحافظين. كذلك ما اخترت الحزب البلوك كيبيكوا اللي هو الحزب الانفصالي الكيباكي، لأنه أنا شخصياً مني مع العصبية القومية أياً كانت، يعني ولا حتى العربية. أنا بفضل ركز أكثر على السياسات العامة بدل عن السياسات اللي بتخدم هالقومية أو هيدي القومية. وبالنهاية بيبقى الحزب الديمقراطي الجديد الـ NDP. مع الأسف بالنسبة للـ NDP مثل ما شفنا كمان بالنسبة للقضايا العربية، مع أنه أحسن بكتير من حزب المحافظين وحزب الليبرالي، في أشياء عملوها ما عجبوني مرات، مثل ما جاك ميت سينغ مثلاً اختار أنه يتصدى لنقول قرار بالمؤتمر العام تبع حزبه أنه ما أنه يقفوا ضد بيع السلع للمقاطعة، موضوع مقاطعة السلع الإسرائيلية، اقلب كل شيء من الفرنساوي للعربي، بيع السلع المستوطنات الإسرائيلية بفلسطين. بس بأمور أخرى الحزب الديمقراطي الجديد منيح فيها، بس مرات في هيك أشياء جديدة ما بتعجبني هونيك. وكمان بالنسبة للاحتباس الحراري منهم كتير واضحين بالنسبة لل oil sands بالعربي، اللي هي الـ هي الـ الـ البترول اللي مستخرج من التراب بألبرتا. يس. منهم يعني نحن ما عم نقول إنه لازم كل استخراج البترول من الأتربة بألبرتا إنه توقف بشكل مباشر، بس انه يكون في ترانزيشن، يعني يكون بشكل تدريجي. بينما عم نشوف انه بالحزب الديمقراطي الجديد في دائما طب راد عم بحطوا امور العمال فوق امور البيئه، بس بطريقه مش منطقيه برايي. اوكي رالف، حنحكي اللي بيناسب كل المبادئ يلي ما لقيتها بغير الاحزاب. ممتاز ممتاز. طبعا الدكتور مخلص هو صديق البرنامج الدائم، بيحكي انه يبدو ان الرفيق رالف يملك بوصلة سياسية رائعة، أتمنى أن يملكها أغلب العرب بكندا. مع أنه دكتور مخلص دائما معارض، بس هالمرة إجا فكره على فكرك. شكرا دكتور مخلص على هذا. طيب خلينا نبدأ بالحزب. قبل عدة
أشهر شهرين تقريبا صار في انتخابات في الحزب الفيدرالي الكندي للخضر، وأصبحت الرئيسة الجديدة السيدة أنيمي بول اللي هي أول سيدة من ذات بشرة سمراء من أصل يهودي توصل لمنصب مثل هذا. كانت قبلها السيدة إليزابيث مي التي يمكن أنا أتوقع أنه اللي بعرفها من العرب فعلا يحبها، لأنها كانت فعلا الشخص يمكن أكثر شخص حارب من أجل قضايانا وقضايا حقوق الإنسان حول العالم. كانت مرأة يشهد لها، وشهد لها أصلا زعماء الأحزاب الأخرى. احكي لنا عن رئيسة الحزب الحديث الجديد. أنا مي بول مثل ما قلت تم انتخابها مؤخرا، بس كانت مسابقة قريبة جدا، كان في حوالي 8 مرشحين ومسابقة كانت محتدمة يعني. ورغم أنه كان في كتير تنقول جدالات خلال الحملة الانتخابية، وهذا شيء مفيد لأنه هذا الشيء اللي رح خلينا نبني حزب بيستجيب أكثر لطلبات الأعضاء تبع الحزب. وعلماً أنه كان في، رغم أنه كان فيها المرشحين كلهم وعندهم آراء مختلفة، بس المهم أنه نذكر أنه كل هالمرشحين بيتفقوا على 95% من السياسات المتبعة من قبل الحزب. لا، والشيء المهم الثاني أنه أنا مي بول بخطابة يوم انتخابها كرئيسة للحزب اعترفت أنه الحزب الأخضر أولاً وآخراً أنه كل سياسات الحزب الأخضر تنبثق من أعضاء الحزب الأخضر، وقالت أنه رح تحترم كل هالسياسات اللي تم تصويتها من قبل الأعضاء، وهذا شيء كتير مهم بالنسبة إلنا على بالنسبة لشتى المواضيع عامة، وبالنسبة للمواضيع اللي بتختص بالعالم العربي خاصة. من هون يعني نعرف أنه أنيمي بول سبق وحكيت ضد المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين مثلاً، واعتبرت ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل أنها غير قانونية. هولي أشياء مهمة، تصريحات قالت عنها. وكذلك هي كانت وما زالت ضد بيع الأسلحة مثلاً للنظام السعودي من جراء تورط النظام السعودي في اليمن وخروق عديدة لحقوق الإنسان من جراء الحرب اليمن كمان. فالأمور المفصلية فينا نقول أنه بشكل عام نتفق عليها كلنا. هلأ وتندخل بالتفاصيل نعطيها الفرصة تبرهن حالة أنه فعلاً متجاوبة مع كل سياسة أعضاء الحزب الأخضر الكندي. بس المهم أنه كمان نعرف أنه ماضيها بالنسبة كفرد اشتغل بالمحكمة الدولية، المحكمة الجنائية الدولية، بيخليها تفهم يمكن أكثر من هوليك رؤساء الأحزاب عن أهمية القانون الدولي وتطبيق القوانين الدولية المتعارضة المتعلقة بكل الأمور عامة يعني. الشيء بيخليني بيعطيني أمل بقيادتها لحزبنا. ومثل ما قلت حضرتك، أول مرة في عنا امرأة من أصل رح أقول غير أبيض بترأس حزب في كندا، امرأة أو رجل بالنسبة لها شيء. وهذا الشيء كمان مهم بالنسبة للحزب الأخضر اللي هي التعددية إجمالا، لأنه في عنا مبادئ حزب الأخضر اللي منطبقها على كل سياسات وكل الأمور اللي منتعاطى فيها، اللي هي اللا عنف، التعددية، والديمقراطية، والحكمة البيئية، والتنمية المستدامة. هول أمور كلنا منتفق عليها، وهذا الشيء بيخليني بيعطينا أمل كبير بقيادة أنيمي بول للحزب. مع أنه أنا شخصياً حتى دعمت مرشح آخر لرئاسة الحزب، بس كمان أنا بآمن بالديمقراطية، ومشان هيك
غير أنه بأمن بالديمقراطية. يعني كل شيء سمعته من أنامي بول لحد الآن بيعطينا أمل ب تطوير الحزب. مظبوط. طيب انت حكيت عن التعددية، انا يمكن بدي اقفز شوي واتكلم عن الانتخابات اللي صارت قبل فترة بسيطة في كندا، قبل سنتين تقريبا او اقل. هذه الانتخابات كان في عدد من المرشحين من اصول عربية، وخاصة في مقاطعة كيبيك. لو تتكلم لنا شوي عن كيف بيصير عمليات الانتقاء، هل فعلا في انتقاء تعدد للمالتي كلتشرزم الموجود في كندا، ولا لا هم بس بركزوا على نوع معين او لون معين؟ صح. هلا في كمان هذا الشيء بيميز الحزب الاخضر الكندي عن احزاب الكبيره، رح نقول الفيدراليه، اللي هو الاعضاء بكل دائره انتخابيه بيختاروا المرشح تبعهم. يعني ما في مرشحين منزلين من قبل الحزب المركزي. واكيد كل الناس، كل اعضاء الحزب يلي بيعرفوا ناس كفؤين بندعيهم انه يقدموا هالاسماء ومرشحين، والحزب بيتصل فيهم تا ينضموا لنا بالحمله الانتخابيه كمرشحين. من ناحيه الحزب الاخضر الكندي بكيباك، فينا نقول انه تقريبا 10% من المرشحين، يعني 7 مرشحين على 78 مرشح كانوا من اصول عربيه. كان في الجنسيات اللي ممثله كانت فلسطين، لبنان، سوريا، جزائر، تونس. إن شاء الله ما حدا يزعل مني بفتكر نسيت كمان كم جنسية، بس إجمالاً سبعتهم من جنسيات مختلفة عربية. والتعدد مش بس بينطبق للأصول يلي يعني إذا بدنا نقول ناس منبثقين من الهجرة، بس كمان نحن كنا مصرين أنه يكونوا نص المرشحين نساء ونصهم رجال، يعني اعتمدنا الباريتي بين الرجال والنسوان بالنسبة للمرشحين. وهيدا بيدل عن قدي بعيد مستعد الحزب يروح ليطبق مبادئه، وهيدا شيء أنا كمان شيء بفتخر فيه بالنسبة للحزب الأخضر. بس كمان ما رح أذكر أنه بالنسبة لغير أحزاب كمان بيهدفوا أنه يزيدوا التعددية، وعندهم هدف كمان أنه يكون في مساواة بالأعداد بين الرجال والنساء. هذا الشيء منه بس بالنسبة للحزب الأخضر، بس بفتكر الحزب الأخضر الكندي عم بينجح فيه أكثر من غير أحزاب حاليا. هلأ أكيد وقت نقدم تنقول أسماء لمرشحين بيصير في مثل نوع فاتينج، تنشوف إنه الأشخاص ما عندهم سوابق، أما أشياء ما بدنا إياها إنه يكون عندهم إياها أفراد عاملين بماضيهم إذا بدهم ينضموا لحزبنا أم يترشحوا باسمنا، وما لازم يكونوا مناقضين مبادئنا يلي سميتها، يلي هي اللاعنف، الديمقراطية، التنمية المستدامة، إلى آخره إلى آخره. فمتى ما بيقبلوا كل هالمبادئ، متى ما بيقبلوا عن سياسات الحزب اللي تم موافق عليها من قبل الأعضاء، فنحن بنقبلهم تيكونوا مرشحين لإسمنا. واضح. طب رالف، أنت شخصيا هل في عندك تفكير أنك تترشح، ولا سؤال مش بوقته؟ لا، في تسألني السؤال، بس أنا ما كتير بحب إجمالا أكون بالواجهة، يعني ما الدبلوماسي بفتكر كفاية يكون سياسي. ما عندي أي طموح سياسي لحد الآن، ما بشوف حالي مرشح أو شيء تاني. مهم كتير أنه نفهم أنه حتى لو ما منترشح باسم حزب، فينا نشارك بالتغيير من داخل الحزب. نعم. نطبق قيمنا ونطبق أهدافنا من ناحية يكون نحقق عدالة اجتماعية أكبر بهالعالم، إن كان بكندا أو خارج كندا.
مش هيك بشجع كل العرب شو ما كان جنسيتهم شو ما كان دينهم أو إذا حتى ما عندهم دين يشتركوا بكل الأحزاب السياسية إذا ما بدهم بالحزب الأخضر، لأنه مثل ما قلت كل أحزاب سياسية أسسها سليمة، ما في حزب شرير من الأحزاب السياسية، ما حدا رح يقول عن زيتاته عكرين مثل ما بيقول. صحيح. بس المهم الأداء. تفضل تفضل تفضل. أداء مهم، الأداء بهالأحزاب، والأداء فيه يتحسن إذا أعضاء هذا الحزب بيحسنوا أداء المسؤولين بهالحزب. وكيف يحسوا أداء المسؤولين بهالحزب؟ بالضغط عليهم من ناحية الانتخابات من الداخلية، حتى من ناحية السياسات يلي بقررها الحزب يلي بده يدافع عنها علنا. فبشجع الكل ينضموا للأحزاب، بس أكثر من أنه بشجع الكل ينضموا للأحزاب، في شيء أهين بكتير فينا نعمله، ومع الأسف بالنسبة للجالية العربية منه كافي، يلي هي نسبة التصويت بالجالية. يعني هذه مأساة. يس. وإجمالاً بكل الكنديين المنبثقين من الهجرة بيصوتوا مرات بنسب أقل من عامة الشعب الكندي. صحيح. هذا الشيء لازم نشتغل عليه دائماً. أنا من هذا المنبر بدي أحيي الدكتور نور القادري والأستاذ حسن غيا اللي دائماً كانوا يطلوا علينا، وما زالوا طبعاً هم أصحاب البرنامج زي ما بنحكي. دكتور نور ساعدنا كثير في تحضير لعدد من الحلقات، منها هاي الحلقة، بحكي إنه impressive and visionary great interview. Thank you دكتور نور. دكتور نور دائماً بحكي كلمة، كان خاصة لما كنا نتكلم عن الأحزاب اللي قد تكون أصغر حجماً من الحزبين الكبيرين، إنه الـ 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 الوقت المناسب لدخول الحزب هو عندما يكون الستوك زي الستوك ماركت، لما يكون الحزب تحت. أما ما بتدخل أنت الحزب وبتفرض آرائك والفيجنز تبعك لما يكون الحزب والله في سلطته في أفضل موقع له. لا، أنت في الأحزاب الصغيرة ممكن فعلا نعمل تأثير وندخل، وهذه طبعا أنا يعني تعلمتها من الدكتور نور، فبنحييه على هذا الموضوع. رأيي 100%. رالف، طبعا السؤال اللي بدور حول الحزب الخضر الفيدرالي الكندي دائما، اللي هو كيف لهذا الحزب ان يعني هو اكثر حزب جاذب للشباب، واتوقع يمكن عدد الشباب اللي فيه نسبه وتناسبا هو اكبر عدد من بين الاحزاب الكنديه. ليش هذا وين الماجنتس اللي بيصير انه بيجيب الشباب له؟ سؤال وجيه. الأحزاب الصغيرة إجمالاً هي الأحزاب اللي مصرة أكثر على مبدأها من الأحزاب الكبيرة. الأحزاب الكبيرة هي كبيرة يمكن لأنها ترضي الجميع بتخفيض التزامها بمبدأها، بس بنفس الوقت هذا تحدي بالنسبة لنا كحزب أخضر. ليه تحدي؟ تحدي على نطاقين. في شيء بالديمقراطيات إجمالا اللي بيسموه التصويت الاستراتيجي، يعني تنمنع حزب ما منحبه من نصوت للحزب اللي عنده المقدرة أكتر شيء أنه يغلب الحزب الثاني اللي ما منحبه. هذا هو التصويت الاستراتيجي، بيضر الأحزاب الصغيرة مثل الحزب الأخضر من ناحية. من ناحية تانية، صحيح أنه يمكن في شباب كتير بالحزب الأخضر الكندي، ولكن مثل ما بنعرف كمان أنه الشباب ما بيصوتوا بأعداد كافية بالانتخابات إجمالاً، فهيدا تحدي تاني. بالنسبة ليش في هالنوع من الاجتذاب للأحزاب، رح أقول المبدئية اللي بتلتزم بالمبادئ أكتر شيء، لأنه هي الأحزاب يلي بتدعى أكتر لتنقول بشكل عام. لا، في أحزاب كمان صغيرة مش نفس الشيء، بس بكندا الحزبين الصغار الأساسيين بيدعوا للعدالة الاجتماعية، لاحترام البيئة، للتنمية المستدامة، إلى آخره إلى آخره. ومثل ما نعرف الشباب بيكونوا إيدياليست أكثر من الناس الكبار بالعمر، فيمكن مشان هيك بيجذبهم الحزب الأخضر بشكل عام. طيب احنا حنطلع فاصل صغير ونرجع لك رالف مع سؤال مهم عن مبادئ الحزب. بصير.
بينما تعطلت الحياة بسبب كورونا، تتواجد الإغاثة الإسلامية دائماً في قلب الحدث، لتغيث المحتاج كي لا يتألم، لنحميه من المرض، لنكف عنه الأذى. بتبرعك للإغاثة الإسلامية عبر العالم نصل إلى الأشد ضعفاً وحاجة مثل مريم، معاً نرسم البسمة على وجهها. تبرع الآن للإغاثة الإسلامية عبر العالم، تبرعاتكم في أيد أمينة. مرحبا، أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم مرة تانية. اليوم معنا السيد رالف شين، رئيس جناح كيبيك للحزب الأخضر الفيدرالي الكندي. بتكلم عن الحزب وعن الحزب الخضر. طبعا قبل الفاصل كنا وجهنا سؤال للسيد رالف عن مبادئ الحزب، وأتوقع هذا السؤال اللي بيطرح من الجميع الآن. سيد رالف، الحزب الأخضر أول ما يبدر على خاطرة أي واحد إنه هذا حزب بس مختص في البيئة، فهل الحزب الفيدرالي الكندي أو الخضر الأخضر أو الأخضر، هل هو فعلا بس مختص في البيئة، ولا عنده مبادئ موضوعة لسياسات المجتمع كاملة في كندا؟ هذا كان لازم يزيدوا على التحديات اللي كنت عم بحكي عنهم قبل بالنسبة للانتخابات، لأنه بفكروا أنه الحزب الأخضر لأنه في كلمة أخضر فيه بس مختص بالبيئة. ما بس الناحية إذا بدك، كلمة أخضر هي إذا بدك فلسفة، مش ومش بس شيء بيتعلق بالبيئة. يعني العدالة الاجتماعية خلينا كمان أن نكون خضر من ناحية احترام الأفراد والبيئة وإلى آخره. عن العدالة الاجتماعية، اللا عنف، التعددية، المشاركة الديمقراطية، كل هول مبادئ خضر منسميهم. بس مثل ما قلت إنه الحزب الأخضر بيفكروا الناس بس بيتعلق بالبيئة، ولكن لا، في عنا مواقف عن شتى الأمور العامة بكندا. و طب شو رأيك بخدهم واحدة واحدة؟ خلينا نحكي أول شيء عن البيئة. إيش موقفكم الرئيسي في البيئة؟ يعني موقفنا الرئيسي هي الموقف الرئيسي اللي بفتكر بتعرفه وبيعرفه كتير الناس، بما أنه هذا الشيء المعروفين فيه أكثر شيء، أنه بدنا محاربة احتباس الحرارة، تغير المناخ، إذا بدنا نقول بالاتجاه من البترول، الطاقة المستدامة، لا الاتجاه من الفوسيل فيولز، من البترول الفحم إلى آخره، لا مصادر طاقة مستدامة، اللي هن في الشمس، في الهواء، في حتى التايدز، المد والجزر. هلا اكيد هذا ما بيصير بين ليله وضحاها، مشان هيك الحزب الاخضر قدم اي ترانزيشن بلان، انه يعني ننتقل بطريقه تدريجيه من البترول والفحم الى اخره اللي بيسببوا الاحتباس الحراري، ل مصادر طاقه نظيفه مثل ما نقول. وهذا شيء على مدى سنين بيصير، ما بيصير دغري. واكيد يعني نحن ما بنطالب انه بطريقه ايديولوجيه بس انه لا وقفوا تستعملوا البترول هلا ام وقفوا تستعملوا الفحم، هذا شيء منه منطقي. طيب مع الاسف هذا بيفكروا الناس، اما الناس اللي بيحبوا يهاجمونا بيقولوا انه لا انتم متعصبين بالنسبه للبيئه الى اخره الى اخره. بس مع إذا بفتشوا أكثر بالبرنامج من الانتخاب رح يشوفوا أنه هذا مش صحيح. بس هذه أنا بدي، يعني معلش رالف، أنا بدي أحكي أنه برضو تقع على عاتق الحزب أنه كيف يفهم الجمهور الكندي مبادئه. يعني برضو يعني خلينا نكون، يمكن مش كل واحد عنده وقت يدخل على الخمس أحزاب ويقرأ الكتاب هذا اللي بيعملوه قبل الانتخابات اللي هو 200 صفحة ما حدا بيقرأه. فإتس تايم تو، يعني هذا هدف البرنامج، انه نوعي الشعب خاصه المواطن العربي في كندا باهداف هذا الحزب بشكل مباشر. هو للصراحه
هيدي كمان تحدي، لأنه مثل ما بيقولوا الشيطان بالتفاصيل، صح؟ مش بالعناوين العريضة يعني، صح؟ وتعطيهم الناس عنوان عريض يمكن ما يفهموا، ونكون عرضة لتهجم من غير أحزاب. بس بما أنه التفاصيل هي كثيرة، فأصعب يمكن نفسر هالأمور بطريقة سريعة. وبعترف أنه ما عم نعمل شغل جيد جداً بهالشي، وقال لك أننا ربحنا الانتخابات من زمان. يعني في تنقول مش ما رح أقول تقصير، بس ما في وضوح كافي من الحزب لتقديم أفكارنا بطريقة مبسطة وبطريقة تقنع الناس وتقنعهم أنه نحن توجهنا من البترول والفحم والطاقات النظيفة أنه ما رح ما رح يزيد على الضرائب وما رح يكلف زيادة، لأنه مثل في مقايدة، رح يكون في مقايدة بين تنقول أجزاء من الاقتصاد اللي بتتكل على هالمصادر الطاقة لا اقتصاد بيعتمد على اقتصاد المعرفة، نقول يعني كل شيء أبحاث، كل شيء أعمال نظيفة مثل ما بنقول، يعني كان أبحاث أما تنقول مش تصدير، تصنيع تنقول آلات اللي بيسمحوا لنا إنه نستعمل هالطاقات النظيفة، وإبداع في كمان قط من الإبداع اللي لازم يكون، لازم نخترع هالأشياء نوصل لاستغلال الطاقة النظيفة. يعني طيب. يعني نحن عم نقول إنه من نزيح من اقتصاد يعتمد على البترول والفحم إلى آخره، على اقتصاد يعتمد على المعرفة والطاقة النظيفة. نعم. وصول لهالمعرفة رح يخلينا أنه يكون عنا نسبة عمل ونسبة مشاركة بسوق العمل يلي بتضاهب تنقول هالاقتصاد يلي بتكل على البترول. بعرف انه ما حتى انا ما فسرها بطريقه واضحه. هذا السؤال الثاني، موقف الحزب من الاقتصاد بشكل عام، لانه هاي نقطه مهمه لاي كندي، كيف بدكم تنموا الاقتصاد؟ خاصه يعني انا عارف يمكن هلا سابق لاوانه احكي عن الحزب وفكرته بالاقتصاد بعد كوفيد، لانه لسه اعتقد معظم الاحزاب عم تدرس شو الاستراتيجيه، بس قبل الكوفيد شو فكره الحزب بالنسبه لتنميه الاقتصاد في كندا؟ يعني بالاستثمار بالقطاعات يلي فيها أمل بالتطوير من ناحية الطاقة النظيفة. يعني بعرف عم كرر اللي عم برجع أقوله، بس يعني R&D research and development لازم يكون في استثمار أكتر فيه، لأنه نعرف أنه التكنولوجيا والمعرفة اللي هي عم بتخلي الدول تتطور، إن كان اقتصادياً أو اجتماعياً إلى آخره. فنستثمر أكثر بالمعرفة. من هالناحية مثلاً الحزب الأخضر اقترح أنه يكون في مجانية التعليم بالجامعات إلى آخره، لتفعيل مش بس للوصول للعدالة الاجتماعية، لأن نعرف حتى التلاميذ عندهم كثير مثلاً أعباء من ناحية الديون بالنسبة لدراستهم إلى آخره. يعني إذا نستثمر أكثر مثلاً بالعلم نوصل للعدالة الاجتماعية ونوصل لاقتصاد أخضر أكثر. يعني صراحة أنت دمجت ثلاث أربع شغلات كنت أسألك إياهم. بالنسبة للتربية، هل في عندكم أشياء غير موضوع التعليم اللي هو المجاني للجامعي؟ شيء كبير يعني نحكي فيه. يعني هون زركتني. رح أقول لك لصراحة ما بدي أقول لك حيلا شيء مني تغريب. ممتاز. طيب أنا المجانية بالنسبة للتعليم الجامعي كان شيء أساسي. يعني كنا الصحة، في عندكم شيء بالنسبة للصحة؟
الصحة مثل ما قلنا كأنه من نمددها من الاستشفاء لأمور تانية مثل الأدوية على مدى البلد، مش بس هيدا الشيء عن يجي بكيباك مثلا على نطاق محافظة كيباك، إنه الدولة بتغطي الأدوية كمان، بس عن نطاق البلد هذا ما عم بيصير حاليا. نعم. وإذا مثل ما بتشوف إنه كان بالنسبة للعلم، أما بالنسبة للمجال الصحي أو بالنسبة لكل المجالات أو البيئة، نتجه صوب عدالة اجتماعية أكبر. العدالة الاجتماعية قلنا مهمة بأهمية البيئة، مهمة بأهمية الاقتصاد، بكل الأمور والشأن العام إجمالا. نعم. هيدا الشيء الوحيد يلي إذا دايما عم نفكر بالمبادئنا كحزب، يلي هي العدالة الاجتماعية، الحكم البيئية، المشاركة الديمقراطية إلى آخره إلى آخره. بس بالنسبة للمشاركة الديمقراطية، نحن مع إصلاح القانون الانتخابي بكندا تيكون أكثر ديمقراطية. نعرف هلأ مثلا حزب إذا بيطلع له 35% من الأصوات بكندا، في يطلع له حكومة أغلبية بمجلس النواب، وهذا شيء مش كتير ديمقراطي إنه حزب انتخب بثلث الأصوات إنه يحكم بطريقة أغلبية البلد كله. مشان هيك كل الأمور تتشابك. إذا بدنا نحسن بلدنا، لازم نطلع على الشأن العام من كل النواحي، ونشوف من كل النواحي كيف فينا ننمي الاقتصاد، كيف فينا نوصل لعدالة اجتماعية أكبر، كيف فينا نحافظ على البيئة، وإنه نعم إنه الاقتصاد يكون مستدام. صح. مثل ما نقول نحنا ما العالم مش لأننا تنتصرف فيه، نحنا ورثنا العالم من أولادنا، ولازم نسلمهم إياه بطريقة سليمة. صحيح. أكثر سلامة من اللي. سيد رالف، أنت كتير ركزت على العدالة الاجتماعية والتعددية في كندا. سؤال، هل سريع يعني، هل في هناك موقف رسمي للحزب الخضر على قانون 21 في كيبيك؟ في موقف رسمي، بس في موقف رسمي ضد قانون 21، ولكن بالنسبة لمرشحون، رح يكون صريح، بالنسبة لمرشحين كيبيك انعطوا الحرية انه كل مرشح ياخذ الموقف يلي بيناسب أعضاء الحزب بهالدائرة الانتخابية تبعي. إذا أعضاء الحزب بقرروا بدهم يوافقوا على القانون، مرشح مع القانون. إذا الأعضاء بهالدائرة الانتخابية ضد القانون، فضد القانون. بس الحزب الفيدرالي الكندي كان ضد قانون 21. بعض مرشحين كانوا مع، بس ليش ما كان في فرض على كل المرشحين بالنسبة لهالشيء؟ لأنه من نفهم أن قانون 21 هو قانون على مستوى محافظة كيبيك، على مستوى السياسة الفيدرالية. نعم. فأصلاً الحزب ما له تأثير على قانون 21، وبالنتيجة بفتكر رح يتقرر بالمحاكم. نعم. يتقرر بانتخابات فيدرالية. الأستاذ فراس بنحييه. أستاذ فراس صديق عزيز بشرفنا اليوم، من الناس اللي بنفتخر بأنهم بيشاهدونا. دكتور هشام بيحكي، أنا من الناس اللي تكلمت مع عدة أعضاء من حزب الخضر، لم أسمع منهم بصراحة سياسات واضحة لتمشية شؤون البلاد، ليس فقط بالاقتصاد أيضا في العلاقات الدولية، وهذا داخلين عليها هلأ السؤال، الشؤون الاجتماعية وغيرها. هذا أيضا رأي كثير من الناس زي ما حكيت لك ربين قوسين طبعا اللي أعرفهم. فما هو تفسير الضيف حول عدم الوضوح في طرح سياسة واضحة للحزب؟ أول شيء، بما إذا هو إذا عفوا مين كان الشخص؟ دكتور هشام بما أنه التمست هالشيء، لاحظت هالشيء، يعني معك حق بهالشيء، لأنه صح ما عم نعطي المجهود المناسب لتفسير أفكارنا.
وكمان لأنه عم ناخد مرات مواقف مش كتير شو بيقولوا، رح أقولها بهالطريقة، الخطاب بالحزب الأخضر منه خطاب شعبوي، أوكي؟ في خطاب إجمالا شعبوي بالأحزاب الكبيرة يلي إن كان اللي هو بيحرك ما صح. فوقت ما يكون الخطاب شعبوي، مع الأسف اللا شعبوية تبع الخطاب مرات نخلطه مع لا وضوح، إنه مش أبيض مش أسود، بس الشأن العام الحياة هالعالم منه ولا أبيض ولا أسود، في نيوانس بكل شيء، ومشان هيك يمكن مش واضح، بس هيدا بضل مسؤوليتنا إنه نوضح حتى لو فيها تكون مواقفنا مش واضحة. مرات كمان بتكون مش واضحة المواقف لأنه رغم إنه بيتم تبني سياسات بالمؤتمرات تبع الحزب، يمكن هالسياسات ما رح نشوفها بالبرنامج الانتخابي تبع الحزب. فهذا بيخلي العالم يتساءلوا، طب ليش بنيتوا هالسياسة؟ ليه ما عم نشوفها بالبرنامج الانتخابي؟ بس بنظامنا السياسي هون وبالغرب إجمالا، رئيس أو رئيسة الحزب هن اللي بيختاروا أولوياتهم، مش أعضاء الأعضاء بيختاروا السياسات، بس رؤساء الأحزاب بيختاروا أولويات. فهيدا كمان بودي للغط. واضح. طب شو موقف الحزب من قضايا الجالية العربية وخاصة قضية الشعب الفلسطيني؟ بنعرف إليزابيث ماي كانت من الداعمين بشكل يعني يمكن أكثر الناس اللي داعمين، لكن الآن الحزب تغير الليدرشيب تبعه، فلو بتحكي لنا شوي عن هذا الموضوع. مثل ما بنعرف، أنا سبق قلت أن إليزابيث ماي كانت كتير متضامنة مع فلسطينيين، وهي كانت من صوتت ضد مثلا منع سياسة مقاطعة إسرائيل، لأن كان صوت عليها البرلمان الكندي، مجلس الشعب، مجلس النواب الكندي. هي عارضت أنه عارضت أنه لا عارضت ما عم يجيني كل الكلمات، بس أنه عارض التصويت، عارضت التصويت ل كندام لمنع عملية البي دي اس اللي هي المقاطعة. هن ما كانوا رح يمنعوا، بس كانوا عم بيقولوا انه البي دي اس شجب حتى شجبها، وما لازم انه نشجع هالشيء. هلا البي دي اس بالنتيجة هي مقاطعة، صح؟ نعم. في ناس مع المقاطعة، في ناس ضد المقاطعة، بس المقاطعة هي عمل لا عنف، في انه بيتمثل باللا عنف، صح؟ ما عم نضرب حدا، ما عم نفجر حدا، والمقاطعة سلاح سياسي وسلمي بامتياز اجمالا. فمشان هيك إليزابيث ماي صوتت ضد انه نتهجم على حرية المقاطعة، اوكي؟ نعم. كمان حزبنا ضد انه ينباعوا مثل ما قلت السلع على المستوطنات الإسرائيلية بكندا. الحزب مع حل دولتين، دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية، بس كمان انه يد واحدة ما بتزقف، نحن اصغر حزب بالبرلمان، صح؟ وكمان من هالناحية يمكن الجالية العربية لازم تعمل شغل أفضل لتقديم قضيتها إجمالاً بشكل عام للكنديين. هذا بقودنا لسؤال من الأستاذ المحامي فراس، بقول لك ما هي خطة الحزب لاستقطاب الأصوات العربية لمواقف الحزب الخضر في قضايا الشرق الأوسط، لأن الجالية العربية فعلاً تهتم بموضوع القضية الفلسطينية. رح كون كتير صريح معكم، لغاية الآن ما في خطة بعرف فيها. نعم. كتاب الأصوات العربية بشكل خاص، بس نعرف إنه في جهات
يعني في منظمات لا حكومية كل مرة قبل كل انتخابات بتقيم إداء كل الأحزاب بالنسبة لكل القضايا العربية، صح؟ نعم. The Canadians for Justice and Peace in the Middle East، مثل Independent Jewish Voices in Canada، بيعطوا مثل تقييم للأحزاب. مجملاً أحسن حزب بيكون أما الحزب الأخضر، مرات الحزب الأخضر، مرات حزب ديمقراطي جديد بالنسبة لهالقضايا. فنحن يمكن لازم نتعلم من هالمنظمات غير الحكومية كيف بتقدم القضايا بالنسبة للقضايا العربية، القضايا العربية بطريقة مبسطة بتفسرهم للناس، ونقول ساعتها نتجه للجالية العربية نقول لهم هيدا موقفنا بهول القضايا. نعم. بس تقلك خطة، ما في خطة حاليا. أنا بشكرك على صراحتك. هيدا من تحدي التحديات اللي بتميزوا فيها الأحزاب الصغيرة، ما فينا نلحق على كل شيء دايما، صح؟ وبينما الأحزاب الكبيرة عندهم ميديات كتير، الأحزاب الصغيرة بيتكلوا على المتطوعين أكثر شيء. أنا متطوع مثلا تبعي، فبشجع كمان مرة كل العرب إنه يتطوعوا بالأحزاب شو ما كانت توجهاتهم الإيديولوجية. لأنه إن كان، ومش بس ما عم بحكي، لا أنا مثلا ضد توظيف السياسة الخارجية الكندية لخدمة المصالح العربية مثلا، بس لحسن الحظ القضايا العربية تتزامن مع القيم الكندية، تتزامن مع الأهداف الكندية اللي هي حقوق الإنسان والسلام إلى آخره إلى آخره. ومن هذا المنطلق أنا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني. من هذا المنطلق مثلا أنا ضد خرق حقوق الإنسان ببلاد فيها حرب هلأ، مثل سوريا، مثل اليمن إلى آخره. ولكن كمان لازم يكون عندنا الشجاعة نتطلع جوات بلادنا العربية، جوات أنظمتنا العربية. نعم. كمان نحمل الحكومة الكندية مسؤولية إدائها تجاههم إذا عم تدعمهم أم لا مثلا. نعم. يعني حقوق الإنسان مثل ما بيدل عليها اسمها هي بتنطبق على كل الناس، كل البشر. وهذا شيء حاليا ما عم بيحصل بالنسبة للسياسة الخارجية الكندية. طيب رالف، هل تتوقع أنه أنت وأمثالك في الحزب من العرب فعلا ممكن يخدموا القضايا سواء الداخلية أو الخارجية في الحزب، يعني ممكن يوصلوا صوتنا؟ رح يوصلوا صوتنا الأحزاب، أصوات العرب، بقدر ما في عرب بهذه الأحزاب. أوكي. يعني عندنا مثل سيستم سياسي مفتوح، It's an open system بكندا، سيستم ديمقراطي. ما فينا نلوم الأحزاب أنه ما عم تهتم بقضايانا وقت نحن ما عم نأثر على رأي الأحزاب بهذه القضايا. فهيدا مسؤولية نحن لازم نتحملها كعرب قبل ما نستنظر أنه الأحزاب تتجاوب معنا. هلأ لحسن حظي أنا بالنسبة للحزب الأخضر، الحزب الأخضر ما نطر تيكون في شخص من أصل عربي تيقول شو الصح شو الغلط بالنسبة للقضايا العربية، بس مش كل الأحزاب هيك. مش هيك لازم ننخرط بهالأحزاب، لازم نشارك فيها. هذا حينقلني لسؤال، بس خليني أشوف في تعليقين. أستاذ رالف، في سؤال من أخ بشير: هل كندا ستستقبل عرب في 2021؟ كندا ستستقبل مهاجرين من جميع الجنسيات، النظام الكندي ما في تفضيل الجنسية على أخرى في موضوع الهجرة. الدكتور مخلص: مشكور على صراحتك وشفافيتك ووعيك السياسي، وسعدنا بالاستماع لك. دكتور مخلص لسه ما خلص اللقاء. طيب أنا سؤالي الأخير أستاذ رالف، إيش الخطاب اللي الآن أنت بدك توجهه باسمك وباسم الحزب، حزب الخضر الفيدرالي الكندي، للناخب العربي وللجالية العربية
لإقناعهم بالتصويت لمثل هذا الحزب اللي هو زي ما انت حكيت صغير، ولكن فعلا في كثير من الأمور اللي برعى فيها مصالحنا سواء في كندا أو خارجها. أول شيء بحب أقول أنه ما لازم نفكر أنه إذا صوتنا لحزب صغير يعني ضاع صوتنا، لأنه الأحزاب الصغيرة حتى لو في نائب واحد بالبرلمان في أثر من ناحية مشاركة هالنائب باللجان البرلمانية مثلا لتحديد شو هو جدول العمل بالبرلمان. فينا نأثر من ناحية الخطاب العام يلي عم بينعطى بالحياة السياسية الكندية، إن كان للقضية الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى آخره. فكل الأحزاب فيها تفعل إن كانت صغيرة أو كبيرة، هذه أول شغلة. وشفنا هذا بالسيدة إليزابيث مي لما كانت وحيدة بالبرلمان وعملت فعلا كثير للقضية العربية بشكل عام وقضية فلسطين بشكل عام. الأمر الثاني اللي بحب أقوله كمان، أنا بالنسبة إلي الحزب الأخضر هو الحزب اللي فيه أكثر شيء يعني يلي عنده فرصة ينمي بلدنا بطريقة عادلة أكثر شيء، إن كان عدل بالنسبة نحن ككنديين أو للعالم. أوكي؟ بس ما بدي إياكم تتكلوا على شو عم بقلكم إياه. مثل ما قلت كل مبادئ الأحزاب جيدة، بس خلينا نحكم على رؤساء الأحزاب بالنسبة لإدائهم. بالنسبة لإداء رؤساء الأحزاب لغاية الآن كمان برجع بقول أنه الحزب الأخضر هو الحزب يلي متجه أكثر شيء صوب العدالة الاجتماعية، صوب التنمية المستدامة، صوب السلام وحقوق الإنسان على مستوى العالمي. نعم. بس كل واحد يعمل رأيه، ما تتكلوا على حكي. أستاذ رالف، أنا يعني في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا شكرك أول شيء لتلبية هذه الدعوة. يعني إحنا هلأ في موسم أعياد، بعرف إذا بتحب تحكي شيء بمناسبة الأعياد للجمهور قبل ما ننهي الخطاب. يعني شو بدي أقولكم، كلنا بنعرف 2020 كيف كانت بالنسبة لإلنا. بتمنى للكل سنة جديدة، شو ما كانت رح تكون أحسن من السنة اللي قطعت، بس للكل بتمنى السلام أهم شيء، بتمنى الصحة، وبتمنى أنه كلكم تنخرطوا بطريقة أو أي كانت بالحياة السياسية الكندية، فيها تكون على ناحية تطوع بجمعيات غير حكومية، فيها تكون بالأحزاب السياسية، بس شو ما عملتوا كونوا ناشطين لمبادئكم اللي بتأمنوا فيها، لأن هذه الطريقة الوحيدة اللي فينا نوصل لبلد أفضل، ونحن جينا نشارك بهالبلد الأفضل هون. شكرا. مرة تانية بنشكر السيد رالف شين، رئيس جناح كيبيك للحزب الأخضر الفيدرالي الكندي. شكرا له على تلبية الدعوة، وإن شاء الله الأسبوع القادم حيكون معنا نائب من الحزب الليبرالي عشان نكمل السلسلة هاي، وهو آخر حزب سيكون معنا في هذه السلسلة. بنذكركم جميعا أنه جميع الحلقات موجودة على اليوتيوب كنار تي في لايف كلمة واحدة، ممكن تدخلوا على قضايا كندية البلاي ليست اللي بتلاقوه في أعلى الصفحة قضايا كندية، وبعدين بتلاقوا جميع الحلقات السابقة، هي سلسلة لا يمكن متابعة حلقة عن الأخرى عشان ما تبين إحنا أنه مع حزب أو ضد حزب، لا بالعكس إحنا مع أنه المواطن يفهم الأيديولوجية والمبادئ تبعت الأحزاب جميعها. مرة تانية بشكر سيد رالف، كان إلي عظيم الشرف تكون معي اليوم، وإن شاء الله نراكم جميعا على خير، ومرة تانية كل عام وأنتم ألف خير. شكرا.